السنوات العشر المقبلة. أعزائي المشاهدين، وكما عودناكم قبل الدخول إلى فقرات البرنامج، نتوقف مع مجموعة لأهم وأبرز أخبار الدار. أعلنت شركة الواحة كابيتال في أبوظبي عن الانتهاء من إجراءات الإغلاق المالي لبرنامج التمويل الخاص لشراء 9 طائرات نقل عسكرية متطورة لصالح القوات المسلحة الإماراتية بقيمة تصل إلى 6 مليارات و700 مليون درهم. وقال حسين نويس رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال إن البرنامج التمويلي يشمل 3 طائرات إيرباص من طراز A330-200 متعددة الاستخدامات وناقلة للآليات بقيمة تصل إلى 4 مليارات و400 مليون درهم، بالإضافة إلى 6 طائرات نقل عسكرية نفاثة من طراز C-17A جلوب ماستر 3 من شركة بوينغ بقيمة تصل إلى 2 مليار و300 مليون درهم، وأضاف أنه سيتم تسليم الطائرات 9 خلال السنوات 3 المقبلة. البرنامج هو عبارة عن تمويل طائرات نقل عسكري، 3 طائرات من شركة إيرباص، فيول تانك نقلات المواد، و6 طائرات من شركة بوينغ C-17. الصفقة تقريبا 6.7 بليون درهم، تسلم على خلال فترة 3 سنوات. هي فريدة من نوعها كونها أن الواحة عادة متخصصة في تمويل الطائرات المدنية، الاتحاد، الإمارات، طائرات أخرى، ولكن في هذه الصفقة تم تمويل طائرات نقل عسكري. هذا النوع من التمويل قليل. نحن فخورين في الواحة أن قدرنا أن نحصل على هذا التمويل في هذه الظروف الصعبة، في ظروف الأزمة العالمية، بأسعار مغرية من بنوك عالمية. يعكس هذا ثقة هذه البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مصداقيتها، في قدراتها، فإن شاء الله بتنعكس بالنتائج الإيجابية على مساهمي شركة الواحة. يتوقع أن تصل مناولة الحاويات في ميناء زايد بأبوظبي.